مزمور ابن والعود احمد من مدينتكم الجميلة مدينة عرائش من مقهى العربية احييكم. اتمنى ان تستمتعوا معنا بمناظر من المدينة من الزقاء. مدينتكم ومدينتنا التي تربينا فيها، ترعرعنا فيها. أهلا بالأحباب من شارع مولاي إسماعيل وهذا شارع مولاي إسماعيل اللي كيمر من مقهى أوسيانسيو، كذلك يمر من قاعة أفراح الربيع. كتلاحظوا الشرفة الأطلسية كذلك كيمر من الإعدادية أو الثانوية الإعدادية جروبو يعني إمام مالك. سعيدون بلقائكم من جديد إخواني أخواتي أحبابي. شكرا لكل من دعم وكل من شارك وكل من فعل الإعجاب، والتفاعل ديالكم وهذا الاهتمام ديالكم واللي كيجعلنا دائما حاولوا نكونوا عند حسن الظن، نقربوا لكم هذه المدينة جميلها وذميمها. الوقت ديال المدرسة كنظن بدا، والتحق التلاميذ والطلبة بمدارسهم وبكلياتهم. عام جديد وسمعنا ان القرايه غتبقى حتى شهر 7، مع انها بدات شهر 10 فغادي تبقى حتى شهر 7. العمليه ديال التلقيح للتلاميذ مستمره لكل من اعداديه ود المخازن واعداديه الوفاء و اعداديه محمد بن عبد الكريم الخطاب. نطلب الله تكون فيها البركة، هذه الجلبة هذه يكون فيها تيسير لوليداتنا. أو فين ما كان الإنسان كيجلب، ماشي بالضرورة مثلا أنت في العريش غتجلب في العريش، لا، على النطاق الوطني كامل. كان ساكن واحد الصديق لصيدلية أندلس، شارع كيدي جامعة جديدة، هو شارع لا أدري. هذه هي القرنة أخوتي، المنظر من هذه العمارات من جهة البحر منظر جميل. باقين في شارع مولاي اسماعيل، هذه المقاطعة حضرية للمنانة، أي مقاطعة ديال حي الناظور. الشارع اللي كيدير جنان بوحسينة هو هذا، ونسألكم الدعم إخواني أخواتي، نسألكم الدعم والاهتمام بقناتنا. جزاكم الله خيرا، فيكم الخير والله يتافيكم الخير. لولاكم لما استطعنا أن نفعل هذا. حي الناظور، وتحية لساكنة حي الناظور، حي الشعبي.
كاين هنا صيدلية حي الناظور، وكاين واحد المركز هنا ديال الإدمان، محاربة الإدمان. المركز الصحي هو هذا، المركز الصحي حي الناظور. تحية لساكنة حي الناظور، شحال ديال الطلبات وصلتني لهذا الحي الجميل هذا، ريزيدونس آدم، إقامة آدم. تحياتي إخواني أخواتي. هو المركز ديال معالجة الإدمان. وصلنا للمدرسة ديال بنو زيدون اللي كان كيقري فيها الأستاذ أكميم، الصديق ديالنا اللي معانا في صفحة هنا العرائش فيسبوك، ودابا راه تقاعد. سالة لعلها نهاية خير لهذا الأستاذ الجميل والمبدع. الأستاذ أكميم استطاع يحقق رقم قياسي ديال تصوير فيديوهات مدينة العرائش، مباشر وغير مباشر. هميتيها ولا ميتو ميتو، شو واحد الموطور عوض له ميتو. هاي 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 جماعة من الكذاب من شارع مولاي إسماعيل إلى شارع إدريس الأزهر. هذا شارع إدريس الأزهر، هذا كيهود من هنا وكينزل حتى حي الناظور. هذا شارع الجزائر، هذا وصل حتى البومبا، معروف شارع الجزائر في العريش. شحال من واحد طلب لي شارع الجزائر، شحال من واحد كنقول لهم رانا دزت منهم مرارا وتكرارا. تحياتي اخواني اخواتي، نسأل الله التوفيق للجميع. شكرا على اهتمامكم وعلى دعمكم، وبارك الله فيكم لولاكم ما كنا نستمر. بفضل الله وبفضلكم، شكرا لكم جميعا، بارك الله فيكم. هذا عمي بهيج، مطعم عمي بهيج، وهذه ساحة مكة، وبها إن شاء الله غادي نختمو. ساحة مكة كيتفرعوا عليها أربعة ديال الشوارع، كواترو كامينو، شارع خالد بن الوليد هو هذا اللي هود، وشارع الجيش الملكي هو هذا، وهذا الشارع اللي أنا فيه هذا شارع تيزنيت، شارع تيزنيت. وكاين هذاك الشارع هذا اللي شارع سليمان رضا، هو هذا أربع شوارع فسيحة. الله ما تنساوش دعم أخوتي، تبارك الله عليكم، الله يسر أموركم، الله معكم.